يقول كيف ترون مشروعية مقولة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ هذه المقولة، هذه الفكرة لم تكن معروفة في عهد السلف، لم تكن معروفة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في أئمة التابعين، ولا في أتباع التابعين، ولم تظهر إلا من نحو 30 سنة تقريبا. أول من قال بها، بدأ بها، هو عبد المجيد الزنداني اليمن. هذا الرجل ليس من ذوي العلم الشرعي، تخصصه في الأصل صيدلة، حسب علمي أنه لم يكمل تخصصه، وإنما انكب على الدعوة إلى الله وتصدر مجال الدعوة إلى الله، والرجل فيلسوف ومن بعاد الحوار بين الأديان. مثل هذا لا ينطق منه على دين الله، ولا يجوز أن يؤخذ العلم الشرعي من أمثاله. الخلاصة يا بنتي أن هذه الفكرة مستحدثة والمقولة مستحدثة، وهي في الحقيقة إشغال للمسلمين عما أنزل الله من أجله كتابه، وهو هداية الناس إلى التدين الحق، التدين الخالص لله سبحانه وتعالى. نصيحتي لك ولجميع بناتنا في مصر، وبلغيهم مني السلام، ألا يشغلنا أفكارهم بمثل هذه المقولة. ونصيحتي لك ولبناتنا في مصر، بنات السنة، وبلغيهم مني السلام، أن اجتهدنا في تحصيل العلم الشرعي. العلم الشرعي هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. واعلمي أنت وجميع بنات السنة في مصر، ومن تسمع حديث الآن عبر إذاعة الدروس السلفية من جميع أنحاء العالم، أن التفقه في دين الله ومعرفة الحلال والحرام، معرفة الإسلام والسنة، معرفة التدين الخالص، هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ويزيدكن أن هذا الرجل عن الزنداني ألف كتابا سماه توحيد الخالق، وهذا الكتاب مصب على تقرير توحيد الربوبية، وهذا دليل على جهله بتوحيد الألوهية. ذلكن التوحيد الذي بعث الله به النبيين والمرسلين. ما بعث الله نبيا ولا رسولا الا بتوحيد الالوهيه، هو التوحيد الطلبي الارادي. اما توحيد الربوبيه هو التوحيد العلمي الخبري، هذا هو ما كان المشركون قد اقروا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلوا في الاسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحل دماءهم وأموالهم لما أنكروا توحيد الألوهية. وفقكن الله ما فيه مرضاته، قبلكن بقبول الحسن، أنبتكن نبات الحسن. وأملاه عبيد ابن عبد الله
ابن سليمان الجابري.